السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشوف مع بعض إزاي لو عندي شكل بول لاين أخلي ارتكاب الخطوط مع بعض على شكل كوست. ساعات بنحتاجها كتير في الكهرباء أو في الاستراكشر، يعني فرض مثلا إن أنا عندي بول لاين بالشكل دوت. تمام، أو رسمته بأي شكل، على شكل مثلا المستطيل، وعايز اخلي كل التقاء الخطوط ديت يبقى ارك او في كيرف فيه، فاعمل ايه؟ اقول له امر فيلت، احنا عارفين امر فيلت، واروح اقول له انا عايز بولي لاين. تمام، او اقول له ريديوس، انا عايز الريديوس قد ايه. تمام، وليكن مثلا الرقم دوت. خلاص الشكل كله هيتحول لارك زي ما انتم شايفين. فدي طريقه سريعه جدا ان انا احول الشكل كله لارك. على فكره انا شغال دلوقتي على اوتوكاد 2004، لسه بشوفه. هو مبدئيا من النظرة الأولانية في إن أنا يبقى عندي كذا نافذة أقدر أتنقل منهم بسهولة من هنا، يبقى كل واحد فيهم ليها زي مكان هنا أقدر أتنقل منه بين اللوح، وأقدر أتنقل منه موديل واللاي أوت. أوتوديسك 360 بدأ يحط له بعض الأدوات المساعدة إن أعمل سنكرونيزيشن. إن أنا أوتوديسك 360 ده موقع على النت بتبدأ تحط الحاجات بتاعتك وتقدر تفتحها من أي جهاز، ممكن تفتحها من الأيباد أو تفتحها من الموبايل بتاعك. إن شاء الله هبدأ أشوف المزايا الجديدة وإن شاء الله نشرحها في فيديو تاني بإذن الله. أخوكم عمر سليم، مدونة مهو.